الشاركس او مجموعه رجال الاعمال والمستثمرين اللي معانا، كل واحد فيكم في حياته لحظه يا اما هو عاشها يا اما حد من اسرته سواء الاب او الجد عاشها، يوم اللحظه اللي تشبه رواد الاعمال الصغيرين الشباب اللي عندهم فكره وطموح ومش عارفين يدخلوا سوق البيزنس ازاي. هيلدا عملتها واقتحمت السوق ده. حضراتكم في حد من عيلتكم في يوم من الايام كان في بريك ثرو او كان في اقتحام لمجال البيزنس وما كانش يعرف حاجه عنه؟ انا اللحظه واضحه جدا بالنسبه لي. انا من وانا صغيره، يعني انا بشتغل من وانا 17 سنه، كنت بقى الكوربريت، كنت بشتغل طول الوقت كوربريت، كلها شركات على انترناشونال وكده بشتغل فيها من وانا صغير. وجي وقت وكنت حاسه ان وطول الوقت بعمل بيزنس الصغيره كده وتفشل وارجع اعمل بيزنس جنب شغلي وتفشل وحاجات كده. وبعد كده جه وقت 2010 وفتره الثوره وكده، الوطنيه، انا وطنيه جدا بحب مصر جدا. بعديها حسيت ان لا، ليه كله لقينا ديزاينرز كتيره طالعين، لوكال ديزاينرز وصناعات محليه وبنتكلم على الصناعات المحليه، فحسيت بغيره، حسيت بغيره فظيعه، لان انا بشتري اونلاين طول الوقت وبشتري اونلاين ساعات من حاجات ماركات من بره، بلاتفورمز من بره. فقعدت اقول لا، انا ما اعرفش حاجه عن التكنولوجي وما عملتش بيزنس خاص كبير، فقلت انا عايزه اعمل بيزنس لكل حاجه محليه. وانا قاعده كده وقت، فقلت انا هجرب. كان بقى طبعا يعني، بس هي دي كانت اللحظه، وقت لما كان في وقت كده معين احنا كلنا عشناه، الشعب كله كان في الشارع، الشعب كله بيساعد بعض، اللوكال ديزاينرز بيطلعوا، كل الوقت ده خلاني حاسه لا، انا عايزه اعمل الموضوع ده، انا عايزه اجمع، يعني لا، مصر تستاهل ده. مين اول حد استعنتي بيه عشان يعني مين اول حد قدم لك مساعده زي شارك تانك كده؟ شخص قريب، مدير، زميل؟ لا، برضو جوزي. جوزي؟ جوزي. يعني اتكلمت معاه وقلت له انا نفسي في ده، فقال لي تعالي يلا، وكانت اليلا يلا دي بقى فيها قصه كبيره. مين في عائلتكم كان هو اول رائد اعمال؟ جدي الله يرحمه. اللي انا متسمي على اسمه، ويعني ده حمل تقيل جدا. فجدي كان والده تاجر بقول كبير، بس هو كان عنده حلم اكبر من كده بكتير، وكان عنده شغف بال ان صح التعبير التكنولوجيا انذاك بقى، الراديوهات والاجهزه المنزليه. ده في الايه، سنين ايه يعني؟ في الثلاثينات الكلام ده. الثلاثينات. ساب شغل والده بخمسة جنيه، جزء منها محوشه وجزء خده استلفه من مامته، وبدأ حياته لوحده من بالخمسة جنيه. راح اشترى، كان ما يركبش المواصلات عشان يوفر من الخمسة جنيه ديت، عشان عايز يشتري بيها قصدير وسلك علشان يصين راديوهات في مركز خدمة راح اشتغل فيه موظف بدون أجر، يصين راديوهات. وبدأ يشتري بقى معدات بتاعته ويشتري الكومبوننتس، وبعدين فتح مركز خدمة راديوهات لنفسه. والباقي زي ما هيلدا بتقول لك قصه يطول شرحها، بس بدا وساب كل حاجه. انت عندك كانت يعني من اكبر مصنعين ومصدرين الاجهزه، بس ابتدت بتصليح الراديوهات. الفخر اللي بنفخر بيه ان البيزنسز الكبيره الحمد لله اللي وصلت للقمم في الاندستريز اللي شغاله فيها بدات فعلا بخمسة جنيه وتصليح راديوهات. مين كان اول رائد اعمال في عائلتكم؟ منصور. جدي طبعا هو اللي ابتدى البيزنس لينا يعني. وبعد كده ابتدى بايه؟ ما هو انتوا عندكم حاجات يعني متنوعه. لا، هو كان في الاول في بورصه القطن في يعني زمان قوي قبل الثوره، وبعد كده رجع وابتدى تاني بتوكيل العربيات اللي هو اللي عندنا دلوقتي. وطبعا الوالد وعمامي خدوا كبروا البيزنس بعديه، واحنا ثالث جيل يعني من بورصه القطن للاستيراد او توكيل السيارات في الثلاثينات. لا، بورصه القطن في الثلاثينات اربعينات، والسيارات في السبعينات. في السبعينات. انا الوالد يعني ربنا يديله الصحه، هو ابتدى في شركه النصر. اول شغلانه عملها ايه؟ كانت تجاره
زي استيراد وتصدير، استيراد أغذية واستيراد بطاريات عربيات واستيراد كوت. مصر أياميها بتستورد كل حاجة، بس طبعا ريسك ان انت تسيبي حاجة زي وظيفة مأمنالك على الأقل شايفة آخر الشهر المرتب وشايفة أمان وتروحي تاخدي قرار زي ده. محمد فاروق عبد المنعم. أنا ولد، أنا تقريبا غيرت اسم العيلة لفاروق عبد المنعم علشان هو اللي ابتدى كل حاجة، وابتداها يعني كذا مرة. هو راح ليبيا وكان عنده كذا مصنع باب وشباك ومصانع حديد وكده، وكان من يعني شيخ المصريين في ليبيا، كل المصريين كل المقاولين الكبار، يعني أخشاب، ابتدى في صناعة الأخشاب وكل المقاولين الكبار اللي في مصر النهاردة جم على أبويا في ليبيا وهو جاب لهم شغل، وكنا يعني الحمد لله ميسورين الحال في ليبيا لحد سنة 72. فجأة كنا في المعمورة بنصيف، كلمونا قالوا لنا ما ترجعوش، أخذوا المصانع بالبيوت بكل حاجة وقالوا لنا ما ترجعوش، أمموا كل حاجة. فجأة أمموا إيه في السبعينات؟ في ليبيا. ليبيا في ليبيا في ليبيا أمموا كل حاجة. أبويا كان وقتها محول 300,000 دولار أو 400,000 دولار، ده كل اللي كان يملكه لإيطاليا عشان يجيب بيهم مكان يعني. فابتدى بيهم مصنع موبيكا، وده كان أول مصنع نوك داون فرنتشر في الشرق الأوسط. قبل مصنع موبيكا كان المكتب بيروح للعميل مجمع، السرير كان بيروح مجمع. احنا عملنا أول فكرة إن المكتب يروح مفكك والسرير يروح مفكك فهو ابتدى من الصفر كذا مرة، ويعني طيب. وأنا عايش بذكراه يعني فالحمد لله. سمعته طيبة ولحد اللحظة دي سمعته مش بس في السوق إنما وسط كل الناس اللي اتعاملت معاه أعظم ما يكون. ربنا يرحمه ويغفر له. رجل عظيم، رجل أعمال حقيقي. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.